اسمي آية محمد ديب، عمري 18 سنة. أنا الأصل من كفر تخارين بس كنت من سكان حلب. رجعت على بلدي من 6 سنين. أنا من لما تركت مدرستي صار عندي فراغ، صرت ألجأ فيه للرسم، أعبر عن الشيء اللي جواتي أطالعه بالرسم. روضة أيتام كفر تخاريم الأستاذ سما وقال عرض علي فكرة أنه أنا أعمل معرض بالروضة عنده، وأنا وافقت على هذا العرض. أنا كنت مجمعة بعض من اللوحات عندي بالبيت، وبعدون أنه كترت وعملت مجموعة عدد منيح كبير. أنا برسم بالألوان الزيتية وألوان الأكروليك، وبستخدم قلم رصاص وقلم الفحم. بإمكانيات بسيطة وبأسباب قليلة تم إنشاء هذا المعرض. حينما سمعت بالأخت الرسامة محمد ديب أحببت أن يكون لها حافز للتشجيع وممارسة هذا العمل وتغيير الجو لنفسها وللمجتمع بأكمله، فكانت فكرة إنشاء معرض في روضة أيتام كفر تخاريم للأخت الرسامة، وتمت الموافقة وتم إنشاء هذا المعرض. السلام عليكم، أنا أحد الزائرات لمعرض الفنانة آية. كان معرض كتير حلو، رسومات مختلفة متنوعة، نوعت وشكلت برسوماتها وطلع معها إبداع برسوماتها. بتمنى لها التوفيق، وبتمنى من العالم يدعم هيدي المواهب الصغيرة وتشجعها وتكون حافز لها، وبتمنى لها كل التوفيق والمحبة لآية. أنا أمنيتي يكون عندي مركز للتعليم، حتى نفتح مركز للتعليم يكون مجموعة من الفنانين حتى نعلم الأطفال الشيء اللي نحن نعرفه، حتى نشهر موهبة الرسم. هي موهبة لأنه قليلة كتير، في كتير من الأطفال عندهم هي الموهبة وبس ما حدا بيعرف فيهم.